أهلا ومرحبا بكم مجددا المشاهدون الأعزاء في هذا اللقاء الخاص والذي نسعد جدا أن نستضيف فيه الدكتور محمد بكر حسن زكريا القيادي بالجبهة الثورية وأمين ولاية القضارف بحركة العدل والمساواة السودانية. دكتور محمد، قبل الفاصل تحدثت عن موقف قوى الحرية والتغيير، أو بالأحرى موقف حركة العدل والمساواة السودانية من هذا التجمع عقب سقوط الإنقاذ. ما هي الرؤية لهذه الشراكة ومستقبلها؟ حقيقة يعني هي المشكلة السودانية هي مشكلة حقيقة. السودان يعني في عملية حق فقدان بتاع ثقة من الأنظمة اللي قاعد تحكي الخرطوم. الثورات هي لم تبدأ، بدأت من 55 كما قلنا، وأبريل وأكتوبر. لماذا لم تسقط صوت البندقية؟ أتينا لديسمبر وانتصرت. بعد انتصار الثورة يعني نحن في الجبهة الثورية وجدنا أنه في قوة محددة هي موجودة، هي كانت سلمية، حاولت انه تختطف الثوره، تنفرد بالقرارات وتريد انه تقرر مصير السودان لوحدها، يعني ضاربه بارض الحائط بحلفاء الامس. كنا ابان الثوره، كنا حلفاء نتشاور في كل شيء ونتشارك بالاراء، وبعد ذلك انه بنخرجها للمواطن. هم عندما سقط النظام نسونا، يعني بالدارج كده انهم نسونا. بعد ذلك انه الجبهه السوريه هي طلعت بيان ونبحت الاخوه في قحط انه العمليه حقت السرقه بتاعت الثوره والانفراد بالقرارات ما بيحل ازمه، بل بيزداد الوضع سوءا. انتوا بهذه الطريقه بتحاولوا انه ترجعونا للماضي. هذا ما عقد اعتقد مباحثات القاهره، أعتقد أن انعدام الثقة. نعم، أنا أكمل لك. نحن بعد ذلك يعني حقيقة فقدنا الثقة في قحط، ونادونا في أديس. ذهبنا إلى أديس وقعدنا وجلسنا وأديناهم رؤيتنا يعني في السلام. ما هو سلام ما يخاطب جذور الأزمة السودانية، ده هو ما يعتبر سلام، يعتبر إنه تحضير موضعي متى ما انتهى الألم ثاني إنه يقوم. بعد الاخوه في قحط عندما ذهبوا الى اديس، هنا بالداخل اطلقوا الاعلاميين بتاع قحط، او الاعلاميين اللي كنا نسميهم اعلاميين المركز، وشنوا هجوم على قاده الكفاح المسلح بانهم يريدون محاصصات وانهم يريدون وظائف وانهم، بل تمادوا اكثر من ذلك. انه نحن ابان الثوره كانوا يعني الناس انه وتتحدث عن انه الكفاح المسلح ابطال، الكفاح المسلح بين يوم وليله بعد سقوط النظام كله انقلب، انه نحن تجار بتاع الحرب وما دايرين سلام، وهم دايرين حكومه حقت كفاءات. رجعوا بالداخل انه هم قالوا انه هم ما مفوضين من الداخل هنا. بعد ذلك احنا ذهبنا ثاني للقاهره برضو، الناس جلست معهم. في النهايه هم قالوا ما مفوضين، انهم يقعدوا الساحه اخليت لهم. بعد ذلك انه بيجوا شنو؟ انه بيحصل انه بيمكنوا في ناسهم وبيجيبوا ناسهم، انه كان بيقولوا حكومه حقت كفاءات، هنا كله اصبح كلام، يعني ما في محكاله وما في محله، بمعنى انهم يعني غير جديرين ثاني انه الناس انه تخط الثقه فيهم. لكن الان تجري مفاوضات في الجبهه حركه العدل والمساواه السودانيه ضمن مكونات الجبهه السودانيه، موجوده الان في هذه المفاوضات؟ نعم، نحن موجودين الان في جبهه، واتينا الان للداخل بوفد قناديل السلام وفقا للاعلان الذي تم الاتفاق عليه في جبهه، يسمى باتفاق حسن النوايا او اتفاق بناء الثقه. ومن الاتفاق الشيء اللي نحن اتفقنا فوقه، لدينا 580 اسير. ال 580 اسير ناس مفقودين، يعني ناس اسرهم في معركه جوزدونغو ومعركه الذراع الطويل،
وأرضهم في الأجهزة الإعلامية. وبعد ذلك الناس حسوا كجاد إنه تفتش منه، قال في السجون إنه ما في، يعني ما في، يعني مش وين. دي كلها تحديات. بعدين إحنا أعطينا للداخل عشان نبشر بالسلام، وإنه برضو نوضح للشعب السوداني يعني إنه الناس اللي ماسكين الإعلام والناس ديلي هم ما دارين سلام. في قوة قد تعتبر إنه السلام ده بيحدد، يعني بيحدد الغنائم التي وجدتها في الثورة. إذا أتت الجبهة الثورية وقد مام سلام، في أشياء كثيرة بتترتب عليها، منها حقوق تاريخية نحن قاعدين نتكلم فيها، إعادة هيكلة الدولة السودانية سواء كان في القوات الأمنية أو المؤسسات المدنية، بالإضافة للانتخابات. هم دارين الآن سلام، دارين السلام بعد ما بيكسروا في الزمن تأتي الانتخابات ويحصل انتخابات، وبعد الانتخابات حتى بعد ذلك إنه يبدأ يفكر شنو في السلام، لأنه الانتخابات بتحدد، بيعتبر إنه الجبهة السورية هي محدد بالنسبة لهم، خاصة فيما يسمى بالجماهير. بالجماهير بالأمس كانوا يرموننا بأننا ليس لدينا جماهير وليس لدينا، الآن في كل مكان يعني الناس إنه بتمشي أنتوا زي ما شايفين، يعني ما داير هنا شنو. الأخ اللي من داود جبه جاي عندما أتى إلى الشريك، وبرضو يعني إحنا وكتجينا هنا القضارف بالرغم إنه الشريك حقيقة معزوم وحش. نتمنى من المجتمع بتاع الشريك خاصة القبائل إنه الناس إنه كلها تتماسك. نعم، أنا سوف آتي إلى هذا المحور، محور شرق السودان، ولكن دعنا نتحدث الآن عن أن هنالك الآن مفاوضات تجري، وهنالك حديث متداول عن مشاركة الجبهة الثورية وأنتم ضمن مكوناتها في محاصصات الأولى، في أنباء تتردد عن إعادة تشكيل للحكومة الانتقالية. هل أنتم ما زلتم ضمن هذه المنظومة رغم هذه الاعتراضات؟ أولا نحن موقف السلام الشامل هو موقف استراتيجي بالنسبة للحركة والجبهة الثورية عموما. السلام الشامل الذي بيخاطب جذور الأزمة السودانية، يعني ويرفع الظلم الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، ويعيد على الأقل يكون ثمن لأرواح الشهداء التي فقدت في هذه الثورات، هم ما بسطاء. وبرضه انه على الاقل الناس يعني انه تحاول انه ترد ولو القليل للنازحين واللاجئين والذين شردوا، وبرضه انه تعيد برضه اقل حاجه انه الثمن بتاع الناس اللي غطيت اطرافهم في هذه الهروب الابساء، وعلى الاقل تعيد كرامه الناس يعني المورثه ضدهم اباده جماعيه. نحن فعلا جزء من المفاوضات الجاريه في جوا، بالرغم انه هناك جزء من القوة التي اختطفت القحط هي لا تريد السلام ولا تريد ان تمرر خط السلام، وتعمل على تعيين الولاة، بالرغم من احنا في الوثيقة في اعلان جوبا انه تحدثنا انه الاعلان تعيين الولاة والمجلس التشريعي الا بعد السلام، ولكن هم ما شغال، هم عارفين ذاته انه في مفاوضات قد تجري هناك الان هم في جوبا، لانه اصلا هم الصراع اللي قاعد يحصل في السودان وقضايا التحميش، قضايا الحامش والمركز هم ليسوا ضمن من اولوياتهم. هم يعني الولاة العسكريين ديل انا قاعد اشوف انه هم ما قد يكون مشكله انه ينتظروا لحد السلام ما يتحقق. ما هو حكومه البشير دي ما سقطته لانه اصلا في 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 ولاة عسكريين او ما في مجلس تشريعي. حكومه البشير اسقطوا انه ما في خدمات، في معاناه حقيقيه للشعب السوداني، ما في خبز، ما في الحاجات دي كلها، انه هم يحاولوا يعالجوا الحاجات دي طالما انهم قاعدين يطوروا نفسهم انه هم الحزب الحاكم بالسودان. اذا انهم الان الشركات يحصل في المؤسسات سواء كان على مستوى الجامعات او المؤسسات الخدمه المدنيه بكاملها، انه قاعد يحصل تمكين مضاد، بيشيلوا من 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 يسار من اسلاميين يخطوا يسارين. يعني احنا اصلا من استغلال السودان ان احنا بس في الديمومه دي، مره اسلاميين مره يسارين. نحن حقيقه في الهامش ليس جزء من هذا الصراع، نحن صراع ما لنا علاقه بالصراع الان قاعد يدور انه بين الاسلاميين واليسارين، نحن ما جزء منه. نحن لسه قاعدين نطالب بدوله حقت حقوق ومواطنه. بعد الدوله حقت الحقوق والمواطنه ده بعدك يا خلي لك مواطن انه يختار انه هو داري يحكم دولته بهنا. الايديولوجيا نحن في الحركه دائما انه رؤيتنا قاعد تدور في انه ما يحاولوا انه يدخلوا لنا الايديولوجيه
في صراع السياسي بالسودان. انت كنت تنافس في في في, في كنت تنافس كقوة سياسية، انت نافس بالخدمات اللي انت بتقدمها للمواطن. المواطن الليل انت كم مشيت له في اتجاه الفشق ما بيعرف لك شنو يساريين ولا شنو اسلاميين ولا شنو هناك، يقود انه يدخل الناس في 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 صراعات هي قد تكون كلها تمويهيه ما عندها اي علاقه بالواقع القاتل. انا هنا في الهامش ليس جزء من هذا الصراع، ونتمنى انه التمكين اللي قاعد يحصل التمكين المضاد ده انه هم يجيبوا الناس انه هنا شنو تحقق سلام شامل وعادل، بعد ذلك انه كل المؤسسات بتاعت الدوله انه تجد تساق وفقا للاتفاق، انه نحن القضايا الموجوده الكثيره انه تحاول تحلها، لكن اذا حاولت انه بنفس الاغليه للحكومات السابقه وليست الانقاذ لوحدها انه النازل انه يمشي في نفس القاعده، معناته النازل اصلا هم ما دارين سلام ودارين يخلوا الناس انه الحروب انه تستمر، لانه قاعدين يعتبروا انه الحروب هي ليست جزء من الاراضين. الان المعاناه للشعب السوداني هي وصلت في كل بيت، في كل بيت قاعد يعاني. نعم، ولكن هذه المعاناة دكتور محمد سوف تستمر إذا لم يتوصل الساسة إلى اتفاق. إطالة أمد التفاوض تنسحب سلبا على معاش الناس وعلى المواطن الذي يعاني. هل هنالك بارقة أمل لاتفاق يجمع هؤلاء؟ لا أريد أن أسميهم الفرقاء، هم الآن جسم واحد. هل هنالك بارقة أمل لأن تختصر أيام التفاوض ويفرح هذا الشعب السوداني باتفاق يجمع أبناء الوطن الواحد؟ حقيقة نحن يعني في حركة الأدل المساواة السودانية والجبهة الثورية يعني منذ انطلاق الثورة نحن كنا في الحركة أكثر شيء كان قد يعلمنا هو حتك النسيج الاجتماعي الموجود بين السودان والظهور الروائح الأنصرية والجهوية أصبحت هي منتشرة، وكنا نعلم تماما ونظن أن النظام البائد هو لديه أجهزة أمنية تعمل على تفكيك المجتمع حتى لا 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 يلتهم ويقتلوا. عندما أتت الثورة وهتف الجميع بيا أنصر ومغرور كل البلد دارفور وكل الناس بقت يعني نحن حقيقة في حركة الأدل المساواة السودانية خطينا إنه نحن قد 99% من الأشياء اللي احنا كنا هنتعب عشان نعملها بعد ما نحقق اتفاق بتاع السلام قد أوليت في هذه الثورة، وفرحنا حقيقة. قلنا الثورة هتجي حتى 1% دي هي مخاطبة جذور الأزمة السودانية، ما هي حقوق، والحقوق دي لابد أنه ترجع لأصحابها. ولكن الثورة نجحت وأصبحت القوة تتبارع في إنه الناس تجي تتكلم، أنا الليلة أنا لجينا كم مظيفة ولجينا كم ما بعرف لك مقعد هناك يتباروا. والان يعني احنا طبعا احنا من شهر 8 عارفين انه في بعض الناس يعني انه مجالسهم التشريعيه انه جاهزه والولاة حقنا منه جاهزين، يعني حاجه يعني انه تحس يعني انه والله تشفق على حال الشعب السوداني وتشفق على السودانيين. اذا كانت المعاناه هناك من يعانون من سنه 56، الان اذا ذهبت هنا الى الفشقه ناس ابسط مقومات بتاعت الحياه لا توجد هنا داخل القضارف. ما هو بيتحقق سلام، يتحقق سلام، السلام ده هي ما بتجيب حقوق، ما بتجيب حقوق بتاع الناس. مياه هنا في القضارف اللي احنا في الالفيه الثالثه. ولايه زي ولايه القضارف يمكن من اكبر الولايه الانده قد تورث للدوله السودانيه. نعم، ولكن انا ما زلت مصرا على سؤالي بان هذه المعاناه نتفق على ان هنالك معاناه. هل يعي هؤلاء الساسه هذه معاناه الانسان في كل اقاليم السودان و يسرع من وتيرة التفاوض للوصول إلى اتفاق يفضي إلى معادلة تستوعب كل القوى السياسية في السودان بالوصول إلى سلام دائم ينعم به المواطن بهذه الخدمات؟ ولكن فيما يتعلق بمسألة الهامش خصوصية شرق السودان والقضارف بالنسبة لحركة العدل والمساواة، لكن دعني دكتور محمد أن نجاوب على الأوضاع في شرق السودان عموما بعد هذا الفاصل. أهلا ومرحبا بكم من جديد مشاهدي الأعزاء في هذا اللقاء الخاص والذي نسلط فيه الضوء على قضية السلام وتحديدا مع القيادي بالجبهة الثورية
وأمين ولاية القضارف بحركة العدل والمساواة السودانية الدكتور محمد البكر حسن زكريا. قبل الفاصل تناقشنا في مسألة الهامش والمركز. شرق السودان له خصوصية خاصة دكتور محمد باعتبار أنكم الآن تمثلون قمة الهرم في ولاية القضارف تحديدا. القضارف من ضمن ولايات شرق السودان التي انطوت على اتفاقية سلام شرق السودان بين مكونات شرق السودان المسلحة في ذلك الوقت وبين النظام السابق. الآن معطيات جديدة، تحولات جديدة تضع هذا الإقليم في دائرة الضوء من جديد. حركة العدل والمساواة السودانية في إطار القومي، كيف تنظر إلى شرق السودان وإلى القضارف تحديدا؟ حقيقة يعني شرق السودان هو ذلك الإقليم المنسي المحروم من كل الحكومات السابقة، يعني الجهل، الفقر، المرض، الخدمات الأساسية داخل الولاية سواء كانت القضارف أو كسلة أو البحر الأحمر. فوق هذا، فوق كل هذا وذاك، يعني تجد أنه لا زال هناك من يأججون الصراعات ويحاولون أن ينبشوا تلك الغبلية النتنة. فكل محاول أن نسترزق خاصة في الأمل السياسي بأهله ويزجهم في صراعات سياسية باسم القبيلة هو حقيقة ينفس أجندة الأنظمة الاستبدادية أو النظام البائد. شرق السودان خاصة القضارف يعني كان من ضمن الولايات الأكثر يعني النسيج الاجتماعي متماسك فيها. ذهبنا خرجنا من هذه البلاد وأتينا ولقينا إنه حقيقة هناك حشاشة كبيرة في المجتمع، والمسؤولين من هذه الحشاشة هم القمة في على مستوى الولاية بالضبط، يعني هم المسؤولين عن كل الفتن اللي قاعد تحصل كضارف وكتجي برضو أيضا كسلة، البحر الأحمر، المؤترق السياسي لابد أن أنت لو تدافع ده تدافع عن حقوق المواطن ككل، وما تترك يعني مجال أنه النسيج الاجتماعي الموجود أنه يتحتك، لأنه هو في النهاية النار، ما نحن قاعدين في القضارف النار هي تجي في 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 قطية، هي يمكن أنه تصل كل الحلة وكذا. دائما نحن خطابنا بالذات في شرق السودان أنه قاعدين ندعي للعمل بتاع التعايش السلمي. نحن في حركة العدل والمساواة السودانية حقيقة لدينا مشروع أو مؤتمر بتاع التعايش السلمي، نحاول إنه نبني المجتمع ده من الـ من الـ من القاعدة للقمة فوق عشان المجتمع إنه يتماسك. الشريك لديه خصوصية خاصة في القضايا بذات المفاوضات الجارية، لأنه هو أكثر إقليم ذاته متأثر وما لاقي حقوقه. يعني الليلة في القضارف إنه يعني كل مرة بيشكلوا هيئة بتاعت مياه وشويتين كده بتحصل كم سنة إنه ذاته لما الناس تنساه ما حصلت حاجة، عبارة كلها مشاريع وهمية تعمل من أجل إنه سرقة الأموال العامة. القضارف أكثر دو أكثر ولاية إنه قد تصدر قد تورد للدولة المركزية هناك وما قد تستفيد، يعني كالبقرة التي تحلب كثيرا ولا تجد العشب، فأكيد بتنهار. وهسة الطرق، الناس شايفة الطرق والكهرباء والمياه، وانت كنت طلعت هنا في اقرب المناطق هنا الناس الموجودين المهجرين، القضايا بتاعت المهجرين بتاع السيتيت وادبر ده، التهجير ده له قوانين دوليه معروفه. انت كنت تريد انه تهجر شخصي من داره لمكان اخر من اجل مصلحه اوليه، انت لابد انه توفر له وسائل الحياه البسيطه. هم هؤلاء الناس الموجودين في السيتيت يعني حقوقهم البسيطه ما بيعرفوها، ناس مساكين
الناس غلط من خلفهم، عشان كده كل الملفات اللي قدام لابد انه هي تفتح. اذا اجهف الناس في 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 في, في, في حقوق الشعب في ولايه القضارف او في شرق السودان لابد انه يتحاسب. برضو الاتفاقيه الفاتت المضت القضارف هي لم تجد شيئا. الحال كذلك في 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 في, في القرى والمحليات، اذا ذهبت لا توجد اي خدمات، والقضارف هي لم يحصل فيها اي تغيير، يعني تقول انه ما حصل فيها صوره. نعم، ولكن هذا الامر يقود مباشره الى سؤال عن الرؤيه. الان هنالك ازمه متفق عليها في هذا الاقليم وفي كل اقاليم السودان، البحث عن تنميه متوازنه تستوعب كل متطلبات المواطن، هذا مطلب أساسي وحق مشروع. هل الآن من ترتيبات في إطار حركة العدل والمساواة السودانية للتحضير لمؤتمر في يخاطب قضايا شرق السودان تحديدا وقضايا القضارف في الوقت القريب؟ حقيقة نحن حركة العدل والمساواة السودانية دائما النظام الأساسي ذاته اللي قاعد يدعو للنظام الفيدرالي. النظام الفيدرالي يكون نظام فيدرالي لكن حقيقي، إنه الأقاليم دي تستفيد من مواردها، الموارد لا تذهب إلى الخرطوم، القضارف هي باستطاعتها أن تبني نفسها بنفسها. وبعد ذلك إنه النظام الفيدرالي إنه يمكن ذاتك إنه يعني أنت تقييم، يعني إنه تقييم علاقاتك التجارية ما والاقتصادية مع الدول، يعني دون تدخل المركز. بعد ذلك إنه نتشارك في المركز ده الخرطوم، كل ناس بعد إنه يقام النظام الفيدرالي في البلاد، إنه كل ناس إنه يشتركوا في الخرطوم كهي عاصمة قومية. وبعد ذلك انه كل اقليم لابد انه يضع تشريعاته واشياءه بما يتناسب مع عاداته وتقاليده واشياءه. نحن حقيقه في حركه العدل والمساواه السودانيه لدينا رؤى، انه الامل بتاع التنميه بتاع شرق السودان، سواء كان في القضارف او في كسلا او البحر الاحمر، للتنميه تكون متوازنه متساويه بين الكل انه يجد نفسه. لدينا برامج، وان شاء الله نتمنى انه المسارات حقت السلام انه هي تستمر، والسلام انه يتحقق. نحن لازلنا نتفاوض، نتمنى انه السلام يتحقق، وانه ربنا انه يهدي الذين لا يريدون السلام ويجنحوا للسلم، بيكون افضل واحسن للشعب السوداني كله. الانانيه والاشياء الكثيره، ما خلينا ننزل الانتخابات، يعني شكرا ما فوز في الانتخابات الناس، انه دوله مدنيه لا يمكن ان تحقق، لا يمكن أن يحقق دولة مدنية بدون استقرار بدون سلام، أو بالأشياء التي تذهب القروش اللي تذهب للحروب، إنه الناس برضو إنه ممكن إنه تستفيد منها في إطار تنمية الدولة، والشعب إنه يستفيد منها. نعم، وهذا يشخص الواقع السوداني الآن البلد ككل محتاجة للخروج من أزمة اقتصادية طاحنة، من وضع معيشي مأزوم، إلى ما يمكن أن يحقق تلك الشعارات التي نادت بها ثورة ديسمبر، وواحدة من مخرجاتها الآن التفاوض حول مسارات السلام مع عدد من الحركات التي كانت ترفع السلاح في السابق، والآن يتفاوض الناس جميعا من أجل الوصول إلى سلام. الوصول إلى سلام هو الخط الأول للوصول إلى تنمية، ليست هنالك تنمية في ظل الحرب. هل من إرادة وعزيمة قوية من هذه الحركات الكفاح المسلح لعدم العودة إلى مربع الحرب مرة أخرى؟ إذا حدث السلام فبالتأكيد لا عودة لمربع الحرب، لأن السلام نحن قاعدين ندعو للسلام يكون شامل وعادل، سلام يرسم لدولة حقوق ومواطنة، سلام يعيد الموازين المختلة حقت الدولة السودانية، سلام يعيد تركيب المؤسسات المدنية والعسكرية على كل الناس، خاصة المؤسسات الأمنية أيضا، عشان كل الناس إنه هي تكون مؤسسات قومية ومهنية. يعني بعد ذلك إنه الناس إنه تجد تشوف إنه دستوريا إنه القوات دي إنه مهامها شنو ده. إذا نحن صادقين يعني في السلام، نحن قبل أن نرفع السلاح لدينا رؤية قدمناها للنظام البعيد، على أساس إنه النظام البعيد هو من وجهة نظري يا أخي إنه الدائرة حقك تقلع حقك،
كده بنفس المنطق. الصراع الموجود هو حاليا هو صراع بتاع حقوق، والحقوق لا يمكن ان تسقط مهما كان الحقوق، مهما الناس حاولت انه تميز ذاته القضايا بتاعت التحميش، سواء كان التحميش السياسي الاقتصادي الاجتماعي، الحاجات الكثيره دي بتحاول انه تميزها في اشياء هي ما قد تكون منطقيه، هي ما بتحل الازمه. ده تحل الازمه، ده تجيب سلام، لابد انه تحل كل القضايا الموجوده، كل القضايا العالقه، كل الاشياء اللي بتخلينا نحن انه ما نعود ثاني للحرب، ونتمنى انه يعم السلام والناس انه ما ترجع ثاني للحرب. يعني دكتور محمد، هل يمكن ان نتفائل بان 2020 هو عام السلام في السودان؟ حقيقة نتمنى انه ان يكون 2020 هو عام للسلام وعام للاستقرار. حقيقة اتينا الى ولاة القضارف، يعني حس الانسان لو ماشي في الشارع ذات انه كله يعني الناس بيوقفوك، يعني كل الناس انه هي تريد استقرار وتريد سلام. يعني هذه الجماهير يعني الواحد يتألم حقيقة بالمعاناة اللي قد تكون موجودة. أنا هنا لفينا في الدول الإفريقية دي، دول تلقاها ما عندها أي مورد، لكن أي شيء بصورة أفضل مننا، سواء كان في التعليم أو في الصحة أو في التغذية ذاته، في التغذية ذاته حقت البشر. بعد ذلك في التكنولوجيا، في الشبكة حقت النت العادية دي، في الغرة أنتوا قد تمشي يعني أفضل، ما عندهم أي مورد. نحن عندنا ثورات معدنية، مياه، عندنا ثروة حيوانية، ثروة زراعية، بترول، أي حاجة نحن عندنا. للأسف الشديد كل هذه الأشياء إنه الدولة ما قاعدة تستفيد منها، لأنه في أنانية في الدولة السودانية، إنه في ناس محددين إنهم دارين يخموا ودارين يبقوا كل في الكل. فبالتأكيد أنت بتلقى إنه دارين شنو حقك، إنه بتلقى الرفض وبتلقى مقاومة، وهذه المقاومة اللي كان حاولت إنه قحط، إنه هي تحاول إنه تنفرد بكل الأشياء، وانه ذاته القضايا بتاعت السلام والهناد انه ما يخاطبوها هي اللي خلت انه نحن لازمنا في ذاك الوضع. هذا زي لا في هذا القطار ده ما بتحس انه في تغيير، يعني ما في اي تغيير. يعني انا مشيت المؤسسات، يعني نفس السلوك بتاع الهناي، ذاته المجتمع ذاته الموجود في المؤسسات بتاعت الخدمه المدنيه ده محتاج لاعاده حقت ترتيب واعاده حقت تاهيل، لانه ذاته انه يتعامل، لانه ده اهل جديد، لابد انه في طريقه حقت تعامل جديده، انه لابد انه تحصل. ولكن انتم الان غادت هذا التغيير، وانتم لكم مشاركه حقيقيه في هذا الحراك الذي افضى الى هذا الواقع السياسي الذي نعيشه الان. ما زال سؤالي قائما، هل 2020 عام سلام في السودان؟ نتمنى ان يكون عام سلام في السودان، ولكن نحن ما في النهايه، نحن الان لسه ما حكومه. الان هنالك من هم اللي بيعينوا وهم اللي بيشيلوا وبيحاولوا بيعيدوا التمكين، احنا يتوقفوا. لا ده الان تجري مفاوضات الان في تجري مفاوضات، نتمنى انه يكون في سلام، يعني السلام ان شاء الله نتمنى انه يكون في سلام. ما هو الان طالما انه في مفاوضات هناك، طبعا لا تستطيع ان تجزم انه 100%، حتى التجربه العاديه حقت الانسان دي واحده تكون ناجحه، هي ما ممكن في المية انه تكون 100%، لكن نتمنى انه يكون في سلام ويكون في استقرار. هذا المواطن البسيط يستحق كل خير، ويستحق ان يعيش في دوله يحس بنفسه انه هو الدوله، هذه الدوله انه تعبر عنه، يعني ويلقى نفسه في التنوع الموجود بتاع الدوله السودانيه، سواء كانت في كل السلطات وفي كل المحلات، وبامكانه انه هو يحس بنفسه انه يمشي عشان يمشي لاي مؤسسه مدنيه، يحس بانه هي فعلا المؤسسه دي هي حقته، ومن حقه انه الشخص الشغال في المؤسسه دي انه يخدمه. يعني الحقيقه المواطن شدد ما انه هو ذاته في الدوله قاعد يحس بنفسه غريب، بحس بانه الزول ده يخدمه في المؤسسه المدنيه دي، تقول يعني انه ذلك دي ما حقوقه، يعني انه قاعد يخدمه من عنده. ولكن في ظل العشم في الدوله المدنيه ان يتحقق هذا السلام الذي يطمح اليه كل الشعب السوداني بعد معاناه طويله امتدت مع الحروب، مع تقلب الانظمه. سعدنا جدا دكتور محمد أبو بكر حسن زكريا، القيادي بالجبهة الثورية وأمين ولاية القضارب بحركة العدل والمساواة السودانية، في هذا الحوار الذي تحدثنا فيه عن مستقبل السلام في السودان، ونأمل أن تكون فاتحة هذا العام هي عام السلام والاستقرار والتنمية والسلام والعدالة والمساواة في السودان. شكرا لكم مشاهدي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.